فاحنا اخترنا انه نكون حضورنا فيه قوي بما يليق بمنطقة عسير، وهدفها انها تكون وجهة سياحية عالمية زي ما وضعتها الرؤية وزي ما وضعها سمو سيدي ولي العهد الله يحفظه. فهي وجهة سياحية عالمية طوال العام، سوف تستقطب حولها وقوتها أكثر من 10 ملايين سائح بحلول عام 2030 فيما يخص الاستثمار، فيما يخص البنى التحتية والمشاريع. فأمانة عسير طرحت السنة هذه أكثر من 8 مليار ريال مشاريع بنى تحتية. هذه المشاريع هي اللي تصنع الأماكن الجاذبة للمستثمرين. الأمانة قد تكون تقود الركب في أكبر المشاريع وأكبر عدد، ولكن هناك استثمارات كبيرة أيضا من صندوق الاستثمارات العامة، مشاريع سياحية وسكنية، مشاريع تنموية. أيضا هناك استثمارات من القطاع الخاص للمستثمرين، والتوجه الدولة بشكل كامل ومنطقة عسير بجميع أجهزتها بقيادة سمو الأمير تركي بن طلال الله يحفظه. هذا هدفنا وهذه رؤيتنا اللي هي رؤية 2030. المستثمر وش يبي؟ يبي الموقع الجاذب ويبي عائد ربحي على استثماره. عسير هي وجهة السياحة الكبرى في المملكة. أكبر انفاق الآن عندنا في عسير الطرق، والطرق هي العصب الأساسي للبنى التحتية. وهناك أيضا مشاريع في التصريف، مشاريع في الحدائق.